السلام عليكم. في اللاب الرابع ان شاء الله احنا هناخد ماتنج ودي اف سي دي. انا دلوقتي راسم نتورك فيها 2 راوترز، الراوتر ده متوصل ب2 نتوركس، متوصل بنتورك اللي هي احنا هنعتبرها البرايفت نتورك بتاعتنا، متوصل بالعالم الخارجي او البابليك نتورك. بي سي 2 ده هيكون جهاز هنعتبره أي جهاز موجود على الإنترنت، والاتنين أجهزة دول هنعتبرهم أجهزة البرايفت نتورك، هيروحوا للعالم الخارجي عن طريق النتورك الراوتر ده اللي هيعمل نتورك، والراوتر ده هيكون برضو مسؤول إن هو أوتوماتيكلي يجيب الـ IP addresses للأجهزة اللي على الشمال. فاحنا هنبدأ دلوقتي إن احنا نحط الـ IP addresses بتاعت على البورتس المختلفة للراوتر. أولا هنفتح الراوتر ده، ندخل على Global Configuration Mode، نسمي الراوتر ده ISP أو Internet Service Provider، ندخل على الـ Serial Interface بتاعنا، نحطله الـ IP Address. سبنت ماسك سلاش 30، حط بروكريت، لو شت داون ادخل على الانترفيس التاني اللي هو الفاست ايثرنت انترفيس، ونحط له الاي بي ادرس بتاعه. هو سلاش 24، نو شت داون. ونسيب ال configuration بتاعنا. ندخل على الراوتر رقم 0، نسميه الراوتر ده أليكس مثلا، وندخل على الانترفيس، فاست ايثرنت انترفيس، ونحط ال IP address بتاعه. هو سلاش 24. ندخل على الـ Serial Interface ونحط الـ IP address بتاعه. هو سلاش 30، حط الـ Clock Rate بتاعه. دلوقتي احنا حطينا الـ IP addresses على البورتس المختلفة بتاعة الراوترز، فاضل اللي احنا نعرف الراوتر ده ان هو هيشتغل ماتنج. فاحنا دلوقتي نحط شوية أوامر عشان نعرف الراوتر ان هو هيشتغل بـ Network Address Translation. الأمر ده بيقول لنا إن أي باكت هتجيلنا، التمن زيروهات دي بتقول لنا أي باكت هتيجي للراوتر المفروض تطلع بره النتورك هيبعتها على طول على 198.133.219.2 اللي هو البورت بتاع الراوتر، وكأني احنا بنقول إن ده الديفولت جيت واي بتاع الراوتر.
الأمر ده بيقول لنا إن إحنا هنعمل ماتشنج ليست. الليست ده هيكون فيها permissible IPs ينفع إن الراوتر يعمل ماتشنج ليه، والأرقام دي بتفهم الراوتر إن هو هيعمل ال permissible range بتاعه هيكون 172.16.10، وآخر رقم من 0 لغاية 255. طب نفهم الموضوع ده ازاي؟ هو هنا بيستخدم حاجة الرقم ده اسمه wild card mask. اللي بيحصل ان الماسك ده بيتدرج في الرقم ده، والريزولت بيعرفنا ايه ال range of IP addresses بتاعتي. لما زيرو يتضرب في رقم بيسيب الرقم زي ما هو، الرقم ده مضروب في زيرو بيفضل زي ما هو، الرقم ده مضروب في زيرو هيفضل زي ما هو. لما وحيد تتضرب في رقم اللي هو 255 تمن وحيد بيضربه في زيرو بيدينا don't care. فاللي هيحصل result of المالتيبليكيشن دي انا هيكون عندنا 172.16.10 واخر رقم don't care، يعني هياخد الرينج من زيرو لغاية 255. الأمر ده بيعمل linking أو connection ما بين ال list ال IP list of possible ال netting list of possible IPs اللي احنا عملناها مع ال serial interface. يعني بنفهم الراوتر إن أي حاجة تجيلك تبع ال list رقم واحد هتطلعها على interface ال serial interface. وكلمة overload دي معناها إن بما إن في أكتر من جهاز هنا، فممكن يحصل ان يكون في اكتر من network address translation. لو كان في جهاز واحد بس على الشمال يبقى ما كناش هنحتاج الكلمة دي. هندخل تاني على الفاست ايثرنت بورت ونعرف الراوتر ان دي ناحية ال private network او ال private، يعني الناحية اللي على الشمال اللي هو ال fast ethernet port. هنعرف الراوتر ان ده ال private network بتاعنا او ال network اللي هتاخد private addresses. ندخل على ال serial port ونعرف الراوتر الناحية اللي على اليمين أو ناحية الـ serial port هي الـ public network بتاعي. احنا كده عملنا configuration للراوتر عشان يشتغل بالـ network. فاضل بس اللي احنا نعمل configuration للراوتر ان هو يشتغل كـ DHCP server. ندخل على configuration mode ونستخدم الأمر ده عشان نخلق pool of network IPs ينفع إن الراوتر يوزعها لليوزرز اللي في النتورك بتاعه. يعني هو في group of أجهزة متوصلة في النتورك بتاعته، احنا هنخلق pool جديدة of أجهزة ينفع الراوتر يوزعها، أو pool جديدة of IPs ينفع الراوتر يوزعها على الأجهزة اسمها internal. لازم نعرف ال range of IPs اللي الراوتر ده ممكن يوزعها. الأمر ده بيقول إن احنا ينفع إن الراوتر ينفع يدي IP أي IP بيبدأ بثلاث أول ثلاث أرقام وآخر رقم don't care. الراوتر هيختار لكل جهاز IP معين ويبعته له. لازم برضو الراوتر يبعت لكل الأجهزة اللي في النتورك بتاعته يفهمهم مين
الديفولت راوتر او الديفولت جيت واي بتاع كل الاجهزه اللي هو نفسه. ولازم برضو نعرف الراوتر ان يكون لو في رينج اوف اي بيز مش مسموح ليه ان هو يوزعها لازم نقولها. فالرينج اللي احنا هنختاره 172.16.10.1 لغاية 172.16.10.9، يعني هو ينفع يبدأ من بوينت 10. وهن exit وهن exit تمام. فاضل دلوقتي ان احنا ندخل على بي سي 0 ونعرف له مين الجيت واي بتاعه. نحطله اي بي سبنت ماسك هو في مشكلة في السويتش. هندخل على بي سي 1 نفهمه ان هو هيشتغل في دي اتش سي بي، يعني هيتبعت له الادرسز بتاعته دايركتلي من الدي اتش سي بي سيرفر. الاي بي ادرس اتغير اوتوماتيكلي وجاله بوينت 10 بوينت 10، ونفس الكلام الـ Default Gateway بتاعه. ونيجي الجهاز التاني نلاقي الـ Gateway بتاعه هيحصل Update automatically، ونفس الكلام للـ IP بتاعه. الجهاز اللي فوق خد بوينت 10 والجهاز اللي تحت خد بوينت 11. طب نشوف من ناحية الراوتر هو الـ IPs اللي وزعها عبارة عن ايه. فبرضه بيقول نفس الكلام ان هو وزع بوينت 10 وبوينت 11، ادى بوينت 10 الماك ادرس الفلاني وادى بوينت 11 الماك ادرس التاني. ماشي، نعمل تيست للنتورك بتاعنا بي سي 1 مرة كمان. بي سي 1 شايف بي سي 0، يعني شايف اي جهاز في العالم الخارجي، و بي سي 1 شايف الجهاز اللي جوه النتورك بتاعه. طب ماشي، نروح نشوف الباكت بتاعنا ايه اللي بيحصل فيها في التفاصيل. نبعت باكت من بي سي 1 لغاية بي سي 0 ونشوف شكلها عامل ازاي. اولا السورس اي بي هو نفسه والديستنيشن اي بي هو البي سي رقم 2. طب ناخد خطوة ناخد خطوة قبل ما الباكت تسيب الراوتر نبص عليه وهي داخلة للراوتر. السورس اي بي هو الجهاز اللي على الشمال، ديستنيشن اي بي هو بي سي 2. لما يسيب الراوتر هنلاقي ان السورس اي بي اتغير وبقى البورت ادرس بتاع الراوتر، الديستنيشن اي بي فضل زي ما هو. اتبعت راوتر رقم واحد، راوتر رقم واحد هيبعت للسويتش، والسويتش بي سي 0
بي سي زيرو طبعا هيرد مع البينج سيرش 1، ترجع تاني راوتر 1، ترجع تاني راوتر 0. نشوف بقى راوتر 0 هيعمل ايه دلوقتي. هي جاية لراوتر 0، السورس بتاعها هي 192.31.7.10 اللي هو بي سي 2. هنلاقي ان هو هيعمل ادرس ترانسليشن تاني ويغير السورس، سوري اللي هيتغير المرة دي وهو داخل مش السورس، لازم السورس يفضل زي ما هو عشان البي سي زيرو يعرف الباكت دي جايله من مين. الديستنيشن هي اللي هتتغير. الديستنيشن كان بي سي رقم 2 باعت، هو مش شايف الجهاز اللي جوه بس هو باعت ان الديستنيشن بتاعه هو البورت ادرس بتاع الراوتر. الراوتر هيشيل الديستنيشن اي بي ويحط الاي بي بتاع بي سي 1. بس ده اللاب الرابع، ان شاء الله نشوفكم على خير. السلام عليكم.